بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الامتحان الثاني على الوحدات 4 و5 و6 من منهج الصف الثالث الثانوي، المنهج الجديد 2022 من كتاب المعاصر. بيقول لي someone who is paid. is paid يعني ادفع له فلوس، حد اداله فلوس عشان يشتغل في منظمة او في شركة. ده بنسميه ايه بقى؟ بنسميه مدير، ولا بنسميه عميل، ولا بنسميه موظف، ولا بنسميه طالب العمل؟ طبعا بيبقى موظف، تمام. اما لو هو قال لي ما ادفعلوش، كنا هنقول في الحالة دي ايه؟ ان هو متطوع. لكن طالما هو ادفع له يبقى اذا ده موظف. لقد قيل ان البافورتي ريت، معدل الفقر في العالم، بيزداد بنسبة 10% أثناء إيه؟ كورونا فيروس. طبعا انكريز دي بتاخد باي بعدها، أما لو هي ما فيهاش دي كانت تاخد إن، لكن طالما موجودة انكريز دي بقى باي. بينج يبقى عايزة بعدها صفة، واللي تحت كلهم صفات، يبقى إذا عايز المعنى. لكونك أنت كذا، هو من أصدقائه يعني، أو أنت من أصدقائك، يبقى أنت دايما النووي، بتضايقهم بتضايقهم، يبقى أنت جالس، يبقى أنت غيور منهم بقى، عشان كل شوية إيه بتعايرهم وكده وتضايقهم. We are كذا to all those who donated their money. بيقول إحنا لازم نكون عايز صفة برضو، لازم نكون حابين، شاكرين، مش عارف إيه، للناس اللي هم دايما بيتبرعوا بفلوسهم لمستشفى الناس او المستشفيات الخيرية علشان ينقذوا الاطفال اللي عندهم مشاكل في القلب. يبقى احنا استرزد ولا بورد؟ grateful، ممتن، احنا ممتنين للناس دي. when something gets better، لما الحاجة بتتحسن يبقى الحاجة دي improves، لان improve تساوي get better، يتحسن. الزلزال اللي عمل حطام وتدمير، which need many years، عايز سنوات كتيرة علشان ايه؟ علشان يتدمر، ولا يتبدل، ولا يتجاهل، ولا يتبنى يعني بالمبني المجهول، طبعا ايه؟ علشان يبدلوا التدمير ده او الحطام او الحاجات دي، او مثلا يعني يعدلوه. before asking for your rights، قبل ما تطالب بحقوقك، you should be aware، تاخد اوف بعدها، يجب ان تكون على وعي بواجباتك. بسبب الافشنسي، كفاءتها، هي اترقت بسرعة. هو عاوز بقى كلمة تاني لكلمة كفاءة دي، ناخد effectiveness، فاعليتها، تدي نفس المعنى بتاع كفاءة. have you considered، consider يعتبر، طبعا هو استخدم مضارع تام have وبعدها تصريف تالت، هي بتاخد بعدها ال ing. have you considered spending much time؟ 10. she stopped، هي توقفت عن الطعام، ميني كانديز يعني حلويات كتيرة، as she used to when become diabetic، والعياذ بالله، مرض السكر. طيب تمام، هنا بقى الفعل stop بياخد الاتنين، ممكن ياخد ال ing وممكن ياخد to المصدر، بس بياخد ing لو ان الحد توقف عن الحاجة دي نهائيا، وبياخد to المصدر لو على اساس انك انت وقفت عشان تعمل الحاجة دي. فطبعا بما انها مريضه مرض سكر والعياذ بالله، يبقى اذا دي هتتوقف نهائيا عن اكل الحاجات المحليه او السكريات، عشان كده ناخد الاجابه الاولى. افويد، يتجنب، بتاخد اي ان جي من غير كلام. بعدين بيقول لي هاف يو ثوت، كلمه ثوت يعتقد، اللي هي الماضي من ثينك، هنا التصريف الثالث طبعا علشان هاف، تاخد بعدها اوف او اباوت، هو مش جايب اوف، خلاص يبقى احنا نختار ايه؟ اباوت. ليتس عايزه المصدر طبعا، يبقى ناخد جوين. why، why don't، التعبير على بعضيه، اسمه لما لا نفعل كذا على اعدادي، why don't we، why don't you. we all look forward، look forward يتطلع الى، بتاخد بعدها طول طول اي ان جي، يبقى ناخد to being، طول اي ان جي يبقى to being. you shouldn't tidy bedroom، مش لازم تنظف حجره نومك. study your lessons and you will not soon، ذاكر دروسك وانت ايه؟ جيت التايدد، حد هيعملها بدالك، بس انت خليك في الدروس بتاعتك، زي اللي بيتحجج يعني، جيت اد، القاعدة السببية. نيجي للقطعة، بتتكلم عن جايزة نوبل، تعرف ايه عن نوبل؟ هي قد ايه فلوس يعني، كم كميتها، وتعطى لمن، وليه، وامتى. فقعد بقى هو يجاوب على كل الاسئله دي، بيقول لي دي جوائز نوبل بتمنح سنويا للعمل المميز في الكيمياء والفيزياء والفسيولوجي والادب والسلام، يعني 5 حاجات، يبقى بتعطى في 5 مجالات. وانت بتقرا كده عد، لما تلاقي حاجات كده عايزه تعد عدها، يبقى هي بتعطى في 5 مجالات. بعدين وهي بتتاح، افلابل، متاح طبعا، على اساس بيقول لي بقى بايه؟ برصيد موجود وثابت،
من اجل غرض معين، اللي هو المحب للبشريه العالم السويدي ألفريد نوبل. بيقول الوصيه دي موجوده في السويد، عاملها بواسطه الراجل ألفريد نوبل ده، اللي هو اصلا بيعملها للعمل المميز في سنه 1895. في 69 بقى الجائزه دي كانت للايكونومكس، الاقتصاد، للاقتصاديات يعني، وفي نفس الوقت كانت تمنح بواسطه البنك السويدي، اللي اضاف بعد كده يعني ايه مرشحين ليها للجوائز دي، لازم يكونوا عملوا حاجه يعني تبع السلطه او في مجال المسابقات. فبيقول لي بقى بيحكم عليهم الناس دول بقى ان هم تبع الاكاديميات، وبياخدوا بقى جوائزهم دول على اساس ان هم بيبقوا ساهموا في حاجه للبشريه، يعني بيساهموا في حاجه. يبقى اللي بياخد عشان لو قال لي مثلا نوبل اختار الحاجات دي ليه، علشان الحاجات دي بتساهم في خدمه البشريه. هنا بقى الجوائز دي بقى بتقدم في ستوكهولم في ديسمبر 10. الكينج بتاع السويد بقى هو اللي ايه بيقدمها، وبيعمل كده اجلال او حاجه مناسبه، حاجه فخمه يعني، تعريف بالعالم ألفريد نوبل علشان هو السبب في الحاجات دي كلها وهو صاحب الثروه. وكل جايزه بيبقى ميداليه ودبلومه وفلوس حوالي مليون دولار. يبقى ثلاث حاجات الجايزه: ميداليه ودبلومه ومليون دولار. وبيقول لي بقى شرف عظيم لاي حد ان هو ياخد الجايزه دي، وبيبقى بيحترم ويكرم على نطاق واسع جدا، وبتبقى متاحه بقى في كل المجالات اللي احنا قلناها. الرئيس السادات اخدها في السلام، نجيب محفوظ اخدها طبعا العال المصري في الادب، في الادب المصري والعربي. بعدين احمد زويل اخدها برضو في الكيمياء. هل تعتقد ان في مصريين تاني ممكن ياخدوها؟ وبقى يلا نحل الايه. أول سؤال: الفكرة الرئيسية للقطع. على طول هنقول له جائزة نوبل، الكلام على جائزة نوبل. طب طبقا للقطع بقى، عكس، عايز عكس كلمة متاح. متاح طبعا عكسها ان افيلابل، غير متاح، بس هو مش جايبها لكن جايب ان اوبتينابل. دي بقى عايز تخمين معنى وحفظ الكلمات. اوبتين يعني يحصل على، اوبتينابل يمكن الحصول عليه. طب ان لا يمكن الحصول عليه، يبقى هي عكس ايه؟ عكس افيلابل. الرئيس السادات فاز بجائزة نوبل في بوزيتيف رول، في دور ايه؟ طبعا هتقولي في السلام. طب هو مش جايب السلام تحت، امال هو فازها في ايه؟ بوليتيكال، حاجة سياسية، يعني جايب معنى السلام اللي هي حاجة سياسية، لازم حفظ الكلمات زي ما احنا متفقين. ايا من السطر الاتي ممكن يلخصنا القطع: ان ألفريد نوبل ساب مليون دولار، ولا اقول كل الفائزين بيشاركوا المليون دولار كل سنة، ولا شرف عظيم انك تحصل على جائزة نوبل في الكيمياء، ولا الناس ينبغي ان يفعلوا حاجات كتيرة او يفعلوا مجهودات عظيمة عشان يفوزوا. طبعا الغرض الاساسي ان الناس لازم يعملوا حاجات كتيرة عشان يفوزوا بجائزة نوبل. الفائزون بقى بيحصلوا على ايه؟ ميدالية وكاش ماني، ولا دبلومة وفري لايت، ولا مليون دولار وان اكسبنسيف اورد، جائزة مش غالية، ولا نايس جوب ان ستوكهولم. طبعا ميدالية وكاش ماني، وما جابش ايه سيرة الدبلومة، يعني هي معاهم اضافة ليهم، بس هي دي اللي ايه اكتر حاجة شاملة ليهم. واي ديد، ليه بقى ألفريد نوبل اختار مجالات معينة علشان ياخدوا جوائز فيها؟ طبعا عشان الناس بتكره، ولا الناس بيحفز العلماء، ولا عايز يدمر؟ لا، يبقى هو بيحفز العلماء ان هم يعملوا حاجة تخدم البشرية. طبعا ده التاريخ الواضح عليه، لكن هو عمل حاجات مدمرة برضه، ما اخترع الديناميت والحاجات دي، هو برضه يعني مدمر للعالم. فهم مش هيضحكوا علينا يعني بان هو ألفريد نوبل ويقعدوا يشعروا فيه، ألفريد نوبل وبتاع، ويشعروا لنا فيه على ايه يعني؟ ما هو برضه اخترع حاجات مدمرة للعالم برضه. طيب جائزة نوبل بقى از كذا زان اذر برايزرز، اكثر اتاحة، اقل اهمية، اعظم. اعظم بقى، يبقى هي اعظم من جوائز كتير. بعد قراءة القطعة، كم عدد المجالات التي قلنا خمسة صح، اللي هي في الفيزياء وكيمياء وأدب وسلام، وهم دول ايه اللي اتكلموا عنهم. القطعة التانية تتكلم بقى، بيقول انت تعرف ان الحيوانات ممكن تتجسس عشان تسترد معلومات او تستلم معلومات، والناس دربت بعض الحيوانات اللي عندها على مهام مفيدة جدا، وبيعملوا خدع مسلية برضو بتمكنهم وبيدوهم معلومات اثناء الحرب وكده، بتساعد الفريقين يعني. بيقول لي بقى التقنيات الحديثة والمبادئ والحاجات دي، ان هما بيدربوا الحيوانات دي عموما او الطيور علشان تعمل مهمات مفيدة في سلوكها في اثناء اول مره، يعني في مواضيع اتعملت على كده في الاعمال التطوعيه، بتدي الطيور اشارات للبيئه، حاجات زي كده يعني. فبيتكلم على الموضوع ده، وجاب نوع منهم وقال لي مثلا ايه احتماليه كبيره ان هم بيكرروا السلوك ده في المستقبل، ان هم بيتعلموه يعني، وبيعملوا تجارب عليهم ان هي تنقل لهم حاجات زي كده وحاجات مرتبطه بيهم.
وجاب نوع اللي هو الغربان السوداء، بيقول لي دي متدربة على الموضوع ده كويس، وان هي كمان ممكن تتعرف على بعض سمات، سمات مواضيع اخرى وصفات تاني، وطبقا للغربان السوداء دي ان هم بيعلموها برضو ان هي ازاي تطير على مكان بعيد او مكان قريب، صغير او كبير، وبرضو هي قادرة على ان هي تحمل حاجات في بقها زي رسالة وكده ومش عارف ايه، وتوديها مكان معين. فبيقول لي بقى الانتليجنس، الذكاء بتاع الحاجات دي بقى اللي هم دربوهم عليه، يعتبر ايه يعني قضية ممكن تساعد في ان هم يسترقوا السمع. يعني كلمة ايفاز دروب دي ان هي يسترق السمع، يعني يسرق المعلومه اللي اتقالت، يعني زي الشياطين كده. طيب تعالوا نشوف اسئلتنا هتبقى على ايه. بيقول لي هو اول كلمه بقى مرادف كلمه اللي هي يسترق السمع اللي احنا لسه قايلينها دي، هتبقى اوفر هير، يسترد السمع او يسمع مصادفه. دي نفس المعنى بتاع دي، يعني برضو للاسف حفظ الكلمات هو اللي هيبقى رخم شويه، بس انت بتستنتج من القطع، لازم يكون القطع دي انسين، حاجات فيها كلمات غريبه عادي يعني. طيب what is one benefit of using animals for intelligence؟ اديني فايدة واحدة للحيوانات الذكية اللي بتعمل العمل الذكي ده. come and go with هي اول حاجة دي هي اهم واحدة، ان هم من غير ما انت تحس بيهم يكونوا ايه، فهموا كل حاجة وسمعوا كل حاجة. سؤال 27 بيقول لي الفكرة الرئيسية للباراجراف التاني ان هو ترى بيصف انواع الحيوانات، ولا بيصف المبادئ اللي هما بيدربوا الحيوانات على العمل الذكي، ولا بيبدأ الأسباب. طبعا هي ايه الحاجات اللي بيدربوهم عليها، اللي هي المبدأ اللي هو بيعلمه لهم والمهام اللي هي بيدوها لهم علشان ينتجوا العمل الذكي ده، يبقى ناخد رقم التاني. بعدين بيقول لي one of عيوب بقى، عيوب الحاجات دي ايه. قلنا العيوب اللي هي ما قلناهاش الجزء بتاع ده في القطع بقى، القطع الاخر حاجة يعني. بيقول لي بيبقى عندها ايه constant maintenance، يعني ايه لو اتغير الخبر ما يعرفش يغيره، هيقول لك الحاجة القديمة زي ما هي. افضل عنوان للقطعة ممكن نقول عليه الوايلد انيمالز، حيوانات متوحشة، لا نقول له special tasks، المهام الخاصة. to make sure عشان تتأكد ان الاكشن would be repeated، عشان يتكرر مرة اخرى. تعمل ايه علشان الطائر او الحيوان ده يتجسس نفس التجسس ده؟ انك انت تديله مكافآت، ان هو بيحب الجبنة توكله جبنة، مش عارف بيعمل ايه تديله ايه rewards، تديله ايه الجوائز بتاعته. training animals، ان هتدرب الحيوانات بقى، ده بقى تاسك ده بيعتمد على ايه بقى، بيعتمد على نظريات الذكاء. انت بتدخل لكل طائر من المدخل بتاعه او من النظريات اللي هي مدروسة عليه. طيب شيب بيشكل بقى احتمالية ان الاسلوب المكرر في المستقبل، الاسلوب المكرر في المستقبل ده ممكن يكون الكونسيكونسز، التتابعات، الانتليجنس، الذكاء، لا الريوردز، الجوائز، دي واحدة منهم، ويبقى ناخد الاولى برضو اللي هي الكونسيكونسز. يبقى اذا الاجابة هتبقى اللي هي دي A و C علشان هي الافضل. تمام، يعني هناخد الاجابة الاخيرة هنا بقى، دول احنا خدناهم نستدل بيهم، يعني دي تنفع ودي تنفع، انما ايه الاجابة الاصلية اللي هي دي. بالنسبة للترجمة بيقول لي اتس ماست، ضرورة بقى او من الضروري انك انت تتعامل مع البيئة او مشاكل البيئة بجدية او بجد يعني. before it's too late for the planet، قبل ما يفوت الاوان، too late يعني فات الاوان قبل ليه، او يبقى متأخر جدا على الكوكب بتاعنا. من الواجب ان يتم تعديل، كلمة تعديل مش موجودة هنا في القطعة، يبقى الاولى مش هتنفع. تمام، يبقى كده هنلغي الاولى دي تماما. التانية يجب القضاء على كل المشكلات البيئية، على كل الخطيرة، وإلا سنتأخر على كوكبنا. نتأخر إيه، هو قطر هيمشي يعني، المعنى كله مش مظبوط. من الضروري أن يتم التعامل مع المشكلات البيئية بجدية قبل فوات الأوان على الكوكب. دي هتبقى أنسب واحدة، ولسه هنشوف الرابعة اللي هي سي. بعدين بيقول لي بقى ينبغي أن نتخلص من المشكلات البيئية متناهية الخطورة بحزم، مش موجود الكلام ده، وإلا ستضيع الفرصة على الكوكب. يبقى برضه إيه، وإذا هي الإجابة التالتة. هنا بقى do you know، هل تعرف ان الناس اللي هم من المحتمل اكثر ان هم catch a cold، ان يصابوا بالبرد يعني، when they are unhappy، لما يبقوا مش سعداء او يبقوا تحت ستريس ضغط. طيب هنا هل تعلم ان الناس من المحتمل بشكل كبير ان يصابوا بالبرد عند الحزن او عند الوقوع تحت ضغط؟ هي تنفع بس هنشوف تاني. هل تعلم ان الناس قد يحبوا الاصابة؟ لا محدش بيحب الاصابة بالبرد طبعا. طب هل تعلم ان هناك محبة، وكمان اصلا هو استخدم هنا من لايك، مش يحب يعني، وينزي كاتش كولد في لايكلي من المحتمل، فما فيش يحب خالص، فاي كلمة محب او يحب ده مش ينفع. هل تعلم ان هناك كثير من الناس ينقلون، ينقل بقى مش موجودة برضو، يبقى اذا هي الاجابة الاولى خلاص، يبقى هي اول حاجة. العربي، نبذل الكثير من الجهود العظيمة لحماية الحياة البرية من الانقراض، ولكننا لا نزال نحتاج للمزيد. يبقى نبذل، هنقول احنا بقى مثلا وي
we exert نبذل، أو we made effort نقوم بجهود أو do. هنشوف بقى احنا اللي كسبنا الجهود العظيمة to protect عشان نحمي الوايلد لايف اللي هي الحياة البرية from extinction من الانقراض. ولكننا but we ولكننا لا نزال but we still ولكننا ما زلنا need نحتاج much أو more الأكثر. تعالوا نشوف الترجمة. A lot of great efforts كثيرا من الجهودات المبذولة are made صنعت جعلت to protect عشان تحمي الوايلد لايف from extinction من الانقراض but we still need more. هنستنى برضو عليها لما نشوف. A lot of great efforts نفس الحاجة هنا بقى هنا بقى ايه efforts برضو are made to هنا بروتكت يحمي وهنا بريدكت يتنبأ. هو عايز هنا ايه حماية، يبقى التنبؤ ده غلط، يبقى دي مش هتنفع معانا. many efforts جهود كتيرة تنفع برضو have exerted بذلت ايوه حلوة برضو دي انسب واحدة ثلاثة to reserve لا مش هتنفع بمعنى يحمي دي بقى تمام او يحافظ على او يصون، هو عايز بروتكت. طب هنكمل الوايلد لايف فروم ديسابيرنس هنا بقى ديسابيرنس من الاختفاء، ده برضو اسلوب غلط، هي من الانقراض مش الاختفاء. طيب lots of efforts were exerted حلو برضو تعبير جميل، بذلت في الماضي مع ان ده مضارع بس ده ماضي to protect عشان تحمي الوايلد لايف فروم ابيرنس برضو من الظهور، ده غلط، لا هي من الانقراض، يبقى هي الاولى هتبقى هي ايه اكتر حاجه مناسبة. الجزء الأخير في العربي تسهم المرأة إسهاما كبيرا، ده مفعول مطلق، في تطوير المجتمع، فهي شريك في بناء المجتمع، تقوم بواجباتها وتحصل على الحقوق. الومن كوبريتس، كوبريتس تتعاون، مش هينفع بمعنى تسهم، فعشان كده الأولى هنطلعها، الأولى مش هتظبط معانا علشان ما ادتناش نفس المعنى اللي احنا عايزينه. التانية الومن كونتريبيوت بتساهم فعلا بشكل بطريقة عظيمة، فعلا برضو تنفع. ان ديفلوبنج كل ده جميل ومظبوط، in developing في تطوير الكوميونتي المجتمع. she is a partner هي شريك برضو في بناء المجتمع. carries out بتنفذ اللي هي تقوم بالديوتس الواجبات وجيت سير وتاخد حقوقها. طيب هنستنى على اتنين شوية. ال women cooperated تتعاون، قلنا اللفظ بتاع يتعاون ده مش هيديني لفظ يسهم، يبقى مش هتنفع. ال women ساعدت بطريقة كبيرة في تطوير المجتمع. she was a partner كانت شريك in setting إنشاء المجتمع، لا انشاء مش هتنفع، هي في بناء المجتمع، يبقى الاجابه تبقى الاولى اللي احنا قلناها او الثانيه اللي هي دي. تمام. طيب الرايتنج بقى بيقول لي الكاتب of a persuasive essay tries to، الكاتب المقنع اللي هو بيكتب بحاجه مقنعه بيعمل ايه بقى للناس؟ بيقنعهم بان هم القارئ بان هو يوافق على الفكره بتاعته، ولا بيديله حقائق، ولا بيقول بيخلي القارئ ده يصدق او يعمل كل حاجة هو كتبها، ولا بيقول قصة مثيرة؟ طبعا لا الأولى، الإجابة الأولى اللي هو بيقنع القراء بالفكرة بتاعته. بعدين which of the following أي من الآتي مترقمة كويس. get out جوليا، واحد بيقول لي اطلعي بره يا جوليا، ولا جوليا get out، ولا جوليا get out، ولا جوليا get out. طب يبقى إذا الأولى هنطلعها لأنها ما بدأتش بجوليا، الكلام كله على إن هو بدأ بجوليا، وفعلا أنا بجيب الشخص وأقول له اخرج أنت. هنا ما جابش اي فاصل ما بين الاسم وما بين، المفروض يكون في كومه هنا عشان تكون الجمله صحيحه، ما جاتش الكومه يبقى دي غلط. هنا بقى جاب الفاصل وجاب النقطه، يعني موجود الاثنين فممكن نقولها، بس هنشوف الرابعه، جاب الكومه وجاب علامه استفهام، لا هي مش سؤال، يبقى دي غلط برضو، يبقى اذا هتبقى هي نمبر 3. الحرب العالميه الثانيه حدثت في عام 1940 1940 1940 1940 طبعا هي حدثت في مش سنه واحده، من 41 ل 45، يبقى عايزين نقول في الاربعينات، وعشان نقول في الاربعينات هنضيف اس للرقم، يعني الاس دي معناها الاربعينات 1940 في الاربعينات. طيب هوك اللي هو الصنارة او الخطاف، دي ممكن تديني شكل ايه، تعجب ولا اقتباس يعني من حاجة مشهورة، ولا عنوان، ولا اي وبي. طب بما انها مش هتبقى عنوان يبقى احنا ممكن ناخد اي وبي. ما تنسوش اللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.